احنا قلنا تمم الاجراءات كلها مع مسؤولي المقصه والنادي الاهلي وانتهت الى اتمام الاجراءات الماليه والاداريه الخاصه بانتقال لاعب رسميا للنادي الاهلي، ودي صوره التوقيع قدام حضراتكم. وريني الصوره الكبيره. ايوه المهندس عدلي القيعي فين؟ المهندس عدلي القيعي فين يا جماعه؟ المهندس عدلي القيعي هتلاقيه بعد كده محمد فضل زي ما حضراتكم شايفين. كله اي حد بيشتغل في النادي الاهلي بيعمل شغله على اتم وجه، وانا قلت لكم قبل كده ما حدش بيأثر في النادي الاهلي في اي مكان هو شغال فيه. ده طبعا فيديوهات لمحمود، ان شاء الله يكون ورقه رابحه جدا. محمود وحيد لعيب كويس قوي، لعيب مهاري، لعيب بيعرف يدافع، بيعرف يهاجم، بيعرف يجيب جوال كمان، لعيب اعتقد النادي الاهلي محتاجه جدا طبعا. لعيب لاعب كمان منتخبات، مر على المنتخبات كلها. في من علي معلول كده شويه، بس هو بيدافع اكتر من علي معلول شويه، كانت تحس ان علي بيعمل الكروسات والحاجات دي، نفس تانيه الدار شويه كده ونفس الجاريه. انا سايبكم تتفرجوا على الفيديوهات بتاعته. يلا تعالى كمان محمد محمود، كان النادي الاهلي طبعا خلصه محمد محمود ديفندر النادي الاهلي الجديد اللي منتقل من نادي دجله. محمد محمود لعيب مهم جدا برده، محتاج تدعم في المكان ده كويس قوي. قلت لكم مش اي مكان عايزين ندعم فيه، يعني احنا عندنا اماكن ما شاء الله مليانه لعيب. وشفتوا احمد الشيخ رجع يقول انا موجود تاني، شفتوا كل معظم اللعيبه بصراحه رجعوا يقولوا احنا موجودين تاني وموجودين بقوه. كمان ناصر ماهر كل شويه بيقول انا موجود يا جماعه عندنا لسه. احمد حمدي كمان عايز اي فرصه، عندنا لعيبه كتير جدا عايزين بس العين اللي تشوفهم كويس قوي والمدرب اللي يطلع امكانياتهم. قبل كده قلت لكم المدرب ليه دور كبير جدا جدا، وهنتكلم على المدرب في سياق الاخبار اللي هقولها لحضراتكم بعد قليل. ده محمد محمود. بالظبط ان شاء الله يكون برده لعيب مفيد للنادي الاهلي. انا ضد شكلا وموضوعا الكلام اللي بيطلع ان محمد محمود مثلا انا شفته كويس في دجله ممكن ما يتحملش الضغط العصبي بتاع النادي الاهلي. كنت ساعات بقعد اتناقش في الموضوع ده صحيح، لكن بصراحه انا بقيت ضده جدا، لان محمد محمود او ايا كان محمود وحيد مثلا احنا شايفينه كويس، شفناه في دجله كويس، شفناه في مصر المقاصه كويس، شفناه مش عارف فين كويس، اي لعيب نجيبه احنا شفناه كويس، يبقى لازم هو يكون كويس في المكان الجديد اللي هو رايحه. شغل مين ده بقى؟ شغل مدرب، شغل مدير كوره، ان هو يطلعه او يدخله في الجو الجديد اللي دخل فيه. ان دخل النادي الاهلي جمهور وضغط عصبي وضغط نفسي، ومفيش حاجه عندنا غير بطولات، ومفيش حاجه عندنا غير مكاسب، وتشوفوا الدنيا بتتقلب ازاي لما بنخسر او بنتعادل. المدير الفني بيدخله في الاجواء دي، مدير الكوره بيدخله في الاجواء دي، في الاخر بيطلعه هو اللعيب اللي انا شفته كويس. لكن هقول بقى اصل هو مش متحمل الضغط ومش متحمل مش عارف ايه واقعده شويه عشان ينسجم ومش ينسجم، الكلام ده كله بصراحه انا ضده. فبقى مسؤوليه المدير الفني ومسؤوليه كبيره جدا، عشان كده بقول لكم المدير الفني ليه دور كبير قوي قوي في الكوره عموما. جونيور اجاي النجم الكبير بينتظم خلاص في المران الجماعي النادي الاهلي. عارفين ان جونيور كان طالع من اصابه كبيره جدا، قطع او شبه قطع في الرباط الداخلي للركبه. خلاص جونيور دلوقتي دخل في التقسيمات الفنيه في المران، وواحده واحده ان شاء الله يستكمل التدريب بالكامل مع الفريق ان شاء الله. جونيور